على أمل تكونوا عم تقضوا وقت مفيد برفقتنا، بنتابع لقاءاتنا الصباحية ضمن الصباحية عبر الـ NBN بمناسبة اليوبيل 50 لجامعة هيجازيان، معرض لوحات للفنان التشكيلي أندريه كالفايان اللي عرف كفنان الأبواب والنوافذ والشرفات. الفنان التشكيلي أندريه كالفايان ضيفنا بالاستوديو، بنرحب فيك وأهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو. بداية وقبل ما نحكي ونغوص أكثر بلوحاتك ونتعرف أكثر على لوحاتك، خلينا نعرف منك مناسبة المعرض وين رح بيصير، أيمتى، يعني المكان والزمان. المعرض افتتح يوم السبت، والمكان هو جامعة هيجازيان بشارع الحمراء، وكان الافتتاح يوم السبت. بيستمر المعرض ل 24 شهر بمناسبة يوبيل ال 50 للجامعة. هل في تم معين او موضوع معين غلب على هاللوحات؟ هل انت عرفت حضرتك عني بعرفت من خلال النوافذ والشبابيك، انما انا كان عندي عده مواضيع برسوماتي بالحياه، يعني من البيوت والبيوت القديمه والسيارات القديمه المشروحه بالاماكن والوجوه الرجال والنساء المسنين، وكان في تجارب عديده من جميع، انما عرفت بالابواب والشبابيك. ليش هالتصنيف الدرامي؟ لانه هيدا بعتقد انه هو منه تراثي محلي، بينما هو تراثي عالمي. كونه كل انسان بالدنيا عنده باب وشباك بيعتق بنفس الشكل وشبيه لبعضه. قديش الشباك يعني النافذه او الشباك هيك لها حصه، لانه بنطل من الشباك بالباب بنفتح الباب، يعني قديش ممكن تكون مواضيع عديدة، يعني يكون صحيح. الشباك أو الباب يخلق لك حافز لحتى ترسم لوحة، وكل مرة بطريقة مختلفة. إيه هو هذا الموضوع كثير مهم كفكرة. الأهم لازم يكون التقنية موجودة فيه بشكل كثير تقدر تجسد اللي أنت بتريده من خلال التقنية، وهو بيجسد معاني كثيرة لكل الناس. منها كباب، كلمة باب هي لوحدها، ومنها كقصص من هالبواب، ناس هجرون، ناس رافضين الامر اللي بقى عايشين فيهم، كونهم هن في منهم بيسكروا وفي منهم ما بيسكروا، في منهم بصوته هوا وفي منهم مكسرين، وظروف عديده وعلاقات اجتماعيه. يعني هيدا سكر الباب بوجهي، بيقولوا هيدا شو في خلف الباب هيدا، يعني او مثلا يلي بيحبوا بعضهم كانوا ينطروا بعضهم على الشباك، يعني في يعني الباب والشباك. هذا بيطلع الوصف كانه رسام العشاء. نعم. لاقول لك في اوقات باب مفتوح. نحن بيقولوا الباب مفتوح. ايه صحيح. نسعى لانه نفتح باب بحياتنا، يمكن هو ما يكون منيح لالنا. يمكن يكون مش منيح. اوقات بنشوف باب مسكر بنصير حاسين، يعني هو مش كباب بس، ككل شيء بالحياه، بنحس انه المسكر يمكن نكون نعتبره مسكر بوجهنا. اوقات كمان لانه ما بنعرف القدر شو بيكون مخبيلنا بالقفا، بنفكر انه لازم ينفتح، وهو يمكن منيح انه ما ينفتح. هيدا مثلا من الامثله. انا عارف شو في ورا الباب، مرات ما بيكون في. رح احكي عن عباره عن الابواب قبل ما تسال سؤالك. الابواب هن هودي مر عليهم الزمن. الزمن جسد شكل فيهم الخشب العتيق. البويا اللي مأشر على وجه الخشب العتيق من الشتاء ومن الشمس، في الحديد يلي سدر، في العشب يلي بينهمل وقت اللي البيت بينترك بهالشكل، الباب البيت، وفي حديد المصدى، وفي حيطان المشقشق، وفي الشكل الهندسي يلي اشتغلوا عليها من قديم بشكل كثير رائع وتعبوا كثير من خلالهم. وكمان مثل ما بتشوف درجة مبرية، بتشوف ناس هجروا هيدا البيت وسافروا بالغربة، هن تحكي ألف حكاية ما رح أقدر أعبر عنهم، لكل شخص تحكي حكاية صح حقيقة، يعني إن كان لبناني أو غير لبناني، إن كان باب برات لبنان وشخص كمان تاركه. نحن رح نتابع حديثنا ورح نشوف هالأبواب والنوافذ هاللوحات ونعلق عليها، وطبعا نتابع حديثنا لحتى نحكي عن تأثرك بالهندسة اللبنانية القديمة، وقديش في دور للفنان التشكيلي بالحفاظ على هالهندسة من خلال اللوحات، يعني يبقوا إرث ثقافي. رح نشوف اللوحات سوا ونعلق على المعرض. هون عم نشوف افتتاح المعرض اللي صار بجامعة هيجازيان. طبعا كان في كلمات عديدة مثل ما قلنا، لأنه المناسبة هي كانت مناسبة اليوبيل 50 لجامعة. صحيح، كانت مناسبة جدا مهمة، وأنا فخور جدا بهالمناسبة، اندعيت لأعمل هيدي المعرض بجامعة هيجازيان،
اسمح لي هون اشكر اداره الجامعه ومدير الجامعه. بلشنا نشوف هون هيدي الباب ونافذه اشكال الهندسيه. لاقول لك انه انا ما عندي رغبه كثير الفنان يتاثر بشيء معين ويكون غالب على حياته الفنيه. الشكل الهندسي هو مؤثر صحيح، بس انا متاثر اكثر بالتعابير مرور الزمن على هودي الابواب والشبابيك والشرفات. يعني شو عامل الزمن بالباب؟ اي صحيح هون لك تحت هيدا هيك هيدا في خشبه نعم مفتوحه باريه العتبه أدمنوا في ناس طالع عليها. هون مجموعه هيك منوعه من الابواب. هيدا رجل التقيت فيه امام المحترف عند صورته، هو على علم بعتقد من صوب الزين. وفي هلا كمان هيدي تاكسي على المطار، هيدي السياره اليوم هي موجوده، هاي الامراه الجميله اللي هي منا لبنانيه. هون الدليل انه لمن زايد على اللي رسموا التراث، هاي الامراه هي ما بتحكي التراث، تحكي المراه المسنه. المسنه نعم. هيدي السياره كمان من السيارات اللي استهلكت وانشلحت. هون عم نشوف كمان على البيت هيدا بيب نشوف القفل. اي هيدا قفل مفتوح ومخلوع كانه الباب والقفل بعده مقفل لانه مر عليه الوقت. درجة المبرية هون البيوت القديمة حول هيدا البلكون. هيك كانت الجولة سريعة. برأيك يعني إذا كان في سكان بهالبيت رح يفرق البيت إذا كانوا لا محلين. إذا كان في سكان ونحن بزمن يعني أنا بحمل كذا رسالة بالموضوع، نحن بزمن ظروف اقتصادية سيئة على جزء كبير من المجتمع بسبب الظروف اللي مر عليها البلد. إذا كان الناس ساكنين بالمكان اللي بيتواجد هيك أبواب وشبابيك مش معناتها بيتصلح الباب، لأنه في كثير ناس ما عندهم إمكانية يصلحوا، بدهم يدخلوا للأمر الواقع وبيعيشوا بقلبه. وإن شاء الله نطلع من هيدي الظروف بمجتمعاتنا ويقدروا الناس يرمموا بابها وشبابيكها ويعتقوا البيض وشبابيك، بس مش بهالكثافه مش بهالطريقه مش بهالطريقه. نعم أندري، بدي اسالك شوي عن الامانه بنقل التراث. يعني قديش انت يعني يمكن بعد 50 60 100 سنه يلي بيشوف هاللوحه بده يستشف منها كيف كانت الطرق الهندسيه. يعني قديش هون كمان انت عندك دور انك تنقل الهندسه المعماريه التقاليد العمران اللبناني ان كان بالشبابيك او بامانه. بقول لك ميلاد انه هيدا العمران منه بس لبناني. نعم. ما يشابه هيدا العمران بكل في باوروبا هيك كثير، يعني اجى كثير ناس من اوروبا قالوا لي هيدا كثير بيشبه بابنا او شباكنا، وحتى من امريكا اجى مره واحد قال لي هيدا كثير بيشبه باب بيتي. بالنتيجه كما وانه الانسان بيشبه الانسان الثاني، هيدا بيشبه الانسان، الباب بيشبه باب الثاني. والاشكال الهندسيه انا قلت لك انه جدا مهمه خاصه بالحجر وبالحديد. الخشب هو يعني لليوم في اساليب معتمده طريقه متشابهه للطرق القديمه، انما بعضهم جديد. انا مستهدف من الخشب العتق اللي فيهم. اي نمط بتتبع أندري برسم لوحاتك؟ بدون اي نمط بتتبع برسم لوحاتك اي تقنية يعني؟ نعم كتقنية. انا بعتمد التلوين الزيتي على القماش، وعندي تقنية خاصة في انا مبتكرها ومانا موجودة بعلم فن الرسم، وبعتمد تلوين الزيتي. نعم بتبوح عنا او بتبقى من الاسرار؟ لا بنقل عنا، وانا رح ارسم قدام الناس، دايما برسم قدام الناس. نعم. وفي لقاءات كثيرة اعلامية رسم لايف. نعم. وبرسم بعتمد التلوين الزيتي لانه في امكانية اعطي سماكة لجسد الواقع من خلال سماكة البنتور على اللوحة، وحقق يلي انا بريده كأنه واقع امامك من خلال اللوحة. والتقنية هي بعتمد الشكل الاساسي بالخشب على الكتر. وفي دبابيس
في مسامير وفي كل الوسائل الا ريشي. يعني صار قالوا لي ريشتك حلوه، كان الجواب انه انا ما عندي ريشه. ما عندي ريشه، نستعمل كل شيء باللوحات غير الريشه. صحيح. نعم. عاده الفنان التشكيلي بيقلل من الكلام عن اللوحه وبيقول انا بترك اللوحه هي ايه. صحيح. ليش يعني بتنزعجوا اذا سالناكم؟ لا لا، لانه يمكن نحن مثلا كمشاهدين عاديين مرات بدنا حدا مين يساعدنا لشرح اللوحه. صحيح. مرات ومرات لنشوفها احلى، لنشوفها من وجهه نظرك لحتى تصير بالنسبه لنا احلى. لا، انا عندي رغبه اشرح عن العمل، لانه اذا الواحد عنده رساله بده يؤديها بالحياه لازم يضرب حساب حتى بالمستقبل البعيد 100 سنين، لانه لازم حدا يسمع الفنان شو عن شو بيعبر لحتى هيدا العمل اذا بده ينحكى بعده عنه بعدين يكون الناس سمعت الفنان شو شوي بيعني. بعدين كمان منيح انه اللي بده يشوف اللوحه هو يفسر عن احساسه فيها، يعني يمزج بين احساس الفنان واحساس الاخرين، لانه بعتقد اذا انا قاصد شيء كثير هين انه حدا يضيف على اللي بقصده انا من خلال العمل، لانه شيء انا ما عيني له عيني له هو. بتنزعج اذا لقيت قصده او يلي شافه باللوحه غير يلي كليا غير ما انت لا ما بنزعج ابدا، كل انسان عنده حاله بيعبر عنها. نعم. ويمكن ابرز شيء هلا تناقشنا بموضوع الابواب والنوافذ، وكل حدا منا انا وياك بالاستوديو شفنا كل حدا شاف في طريقه معينه. هل في مواضيع بتحب ترسمها بتحب تحكي عنها بلوحتك بعد ما اجتك الفرصه؟ لاقول لك انه انا بعتقد انه الفنان يلي الله بيهدي موهبه لازم يعرف انه هو عنده واجب ومفروض يؤدي الرساله ويرسم دائما باستمرار حتى ما يفك ما ي... حتى يعبر انه هيدي منا ملك خاص له. واذا عم تسالني انه بس هيك السؤال بعيد فيه، يعني هل في مواضيع بتحب انه انت اذا عم تسالني اذا عم تسالني شو الموضوع يلي انا بحب ارسمه لجاوبك على السؤال، المواضيع يلي مفروض يرسمها برايي الرسام، اول شيء الزمن والحديث اللي هو عايشه، ما يرسم زمن اذا ما حاسس فيه، اذا يرسم يلي هو بيعبر عنه بحس فيه، ما يتاثر باللي بيسمعه لانه بيتجه باماكن بيطلع عن احساسه وبيرسم غير يلي هو بحسه. وناطرني كثير بعتقد مواضيع انا انتقل منها، بس دائما بدي واكب احساسي من الداخل. بس في ما يسمع، في ما يكون حاضر بالمجتمع، في ما يسمع اذا بدي يكون صادق مع عمله الفني، ما يسمع شو يرسم، مش ما يسمع. نعم. الانتقاد. نعم. انا بقبل الانتقاد بس ما بقدر اتقبل انه واحد يقول لي شو برسم، لانه اذا بدي ارسم لانه تاثرت بكلامه طلعت من احساسي بطلت ام بقدر اعبر عن شو مفروض ارسم من خلال اللي بحسه. ايمتى بتشعر انظري انه الدور انتهى؟ لما اللوحه انرسمت او لما شافوها الناس؟ يعني فيهم يبقوا عندك بالمحترف وحدا يشوفهم بقول انه الرساله وصلت؟ بقول هون بهالمرحله بقول ابتدت ما انتهت، لانه وقتها تنرسم وتنشاف بتكون هي ابتدت وخلقت. نعم. او مش خلقت يعني انوجدت. من واقع هالحياه من المشاكل اليوميه قديش بتستمد مواضيع للوحاتك؟ من الظروف يلي بنعيشها بعيشها البلد. احكينا شوي نحن مأساة بالموضوع يلي انا عايشه. لا، هو مش مأساة، هو واقع. واقع الانسان كيف ما عايش بكل الانواع الحياه يلي بعيشها، ان كانت ضعيفة من ناحية التواضع أو مهمة من ناحية الغنى، يعني مهم الإنسان يكون فرح بداخله، ما إلها تأثير. الأعمال هن شوي بيعبروا عن كثير مواضيع ومنها فيها الحنية والعطف يعني، بس الألوان بتجي بتفرح. إذا لاحظت في ألوان كثير هي فرحة بتفرح، يعني ما نحط خانة الحزن بالعمل اكثر من الفرح، لبل في فرح اكثر من حزن. انت تؤمن لانه بعتقد انه هون الناس مبسوطين هم. نعم. لو كانوا عندهم ظروف. نعم. كل انسان ما بدك تساله اذا مبسوط ولا مش مبسوط، ما بدك تساله وين عايش وكيف عايش. في ناس بيعتبروا انه كمان هي المعاناه هي مصدر الهام للابداع اكثر من صحيح. ايه اكيد عنده بيكون اصرار اكثر. نعم. حتى يبرز عطائه ويهتم بحاله. اكثر من 7000 لوحه لك بجميع انحاء العالم وشراكه بعدد من المعارض الفنيه يعني باكثر من بلد، هل في نشاطات ثانيه غير هالمعرض بجامعه هيجرزيون؟ انا عندي معرض دايم بالمحترف عندي بجبال قرب القلعه.
وزوار كثير بيروحوا على جبال بيشوفوا هيدا المكان وهيدا المكان بفرحهم، بيشوفوا شيء حلو. ويعني الفرق الأعمال المعارض اللي شاركت فيها هي عديدة، محلية جماعية وفردية، وعندي كان وما زال يعني معرض دايم بدبي. والأعمال انتشرت بدول العالم، بداية أول شيء من المغتربين اللبنانيين لأنه هيدا دقر أحساسهم، وكمان كثير من اللي زاروا لبنان أو اللي التقوا بالأعمال خارج لبنان بالمعارض كمان أخذوا من الأعمال لأنه كمان عينيهم نعم ذكرهم بي ايه اكيد بباب بيعرفوه او بنفذ طلعوا علي لانه قدم. الناس ممكن ما كثير تقدر تفسر كيف في 7000 عمل بكل انحاء العالم، هيدا حقيقه مثل ما عم نقول يعني نفس الشيء. نعم قديش كمان يعني انت من مواليد جبيل ووجودك حد القلعه كمان ايه بدي اقول بخليك انه الحظوظ هي كثير عند الانسان. اول شيء للفنان يلي ربنا عطيه موهبه كثير عامل المكان يلي بعيش فيه بيساعده، وانا كثير سعيد انه انا خلقت هون بلبنان وعايش بلبنان وعندي مثل اذا بدك من افضل الاماكن بالنسبه لإلي كفنان برضه اكون منتمي لإله هو جبال لبنان، لانه جبال هي مدينه حضاريه قديمه وكثير مهم انا اكون رمز فيها. نعم قلت لي حد القلعه يعني مع انه أكيد في عجقه ما في هدوء وفي لا المكان يلي انا اخترته هو في هدوء وفي عجقه حسب الاوقات نفس الوقت يعني فيني انا استفدتك لحتى انا بدي اقول لك انه انا ما عندي مشكل اذا في الوف الاشخاص عم بيتفرجوا ما عندي مشكل، ولو في عجق ما عندي مشكل قادر ارسم بكل الاجواء يعني ما في. نعم وتحدثت قبل شوي عن الطريقه يعني المباشره قدام الناس طريقه الرسم، قديش كمان هذه التقنيه يعني بدها يعني، وهون يمكن بيكون بطل الفنان مختلف مع حاله او مع فكرته، في ناس مثل ما قلت في عجقه في اجواء معينه بده يلتزم فيها، قديش هلا حسب شخصيه الفنان الفنان يعني انا بطبيعتي بحب الناس، وهي المهنة هي تحديدا الانسان بيكون مع وحده. اذا بدي يكون انا قاعد عم برسم بمحترف منعزل رح كون ضايع انه بدي الناس وبدي ارسم ما بتزبط. انا قررت انه كنت عم برسم بمكان بلتقى بناس لانه ما فيني يكون لوحدي كل الوقت، لانه هيدا الشيء بدي يكون واحد عم يرسم لوحده عاده لانه منه وظيفة بشركة أو بمكان في عديد من الزملاء اللي بيشتغلوا سوا، هيدي أنا لوحدي كثير ما بتأثر بالناس. هل في شرفات جديدة نوافذ جديدة عم تتحضر بالمحترف؟ قصدك عن الطموح؟ نعم طموح كبير. نحن بزمن عولمة، الناس عندها إمكانية تتصل ببعضها تنتقل عند بعضها، وإن شاء الله نقدر نلمس بنحن الزمن اللي عايشينه والفنانين اللي عندهم عطاء من قلبهم نلمس العالميه بحياتنا مش بمناطقنا، لانه هيدا الشيء منه صعب وطموح كبير يعني. نعم اندري كالفيان قبل ما نودعك بس بهم نرجع نذكر المشاهدين بمكان المعرض ولايمتى مستمر عرض لوحتك بجامعه هيكازيان؟ مكان المعرض هو بجامعه هيكازيان بالمبنى هيك يلي بيشبه التابلويات مبنى نعم. الحلو كله قناطر. افتتح المعرض ب 14 ايام بيستمر ل 24 24 هيدا الشهر 10 ايام لكن ل 24 ايار ممكن تقصوا جامعة هيكازيان وتشاهدوا لوحات الفنان اندري كالفيان بمناسبة اليوبيل 50 لجامعة هيكازيان. شكرا لك لحضورك، نتمنى دائما نحن من الان بي ان نبقى على تواصل مع لوحاتك ودائما يعني نعرف شو اخر هالشرفات والنوافذ ونطل نحن وانت انا على بس اخيرا صح يا ثانية اخي انا بنصح كل فنان عنده عطاء من القلب يستمر لو كان الظروف مش منيحه بالبلد، لانه لابد ما ينال تقدير ونحن قادمين على بلد رائع اذا قدر. شكرا لك ولحضورك معنا وبتمنى كمان يكونوا المشاهدين استمتعوا مثلي انا بهاللقاء.
24 ايام. مشاهدينا، صار الوقت حتى نتابع احنا وياكم هلا اخبارنا الثقافيه والاجتماعيه السريعه لليوم الثلاثاء 24 ايار 2005. دعا محترف جورج الزغبي وجمعيه الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت للمشاركه بلقاء حواري عن الفن والتحرير، وذلك الخميس 26 ايار الساعه 6 المساء بجمعيه الفنانين شارع بردا. دعا المركز اللبناني للدراسات بالتعاون مع مؤسسه كونراد أديناور إلى المشاركة بورشة العمل يلي بيعقدها تحت عنوان الإعلام الجديد وعملية التغيير الاجتماعي والسياسي بالعالم العربي، وذلك الساعة 9 من صباح الأربعاء أول من حزيران بفندق روتانا الحزمية، وبتستمر جلسات العمل يومي 1 و2 حزيران المقبل. دعا المركز اللبناني للأبحاث الاجتماعية بجامعة سيدة الويزي للمشاركة بحلقة دراسية تحت عنوان أفاق المجتمع اللبناني بين تعقيداته الاجتماعية والثقافية وتطلعاته المدنية والإنسانية، وذلك الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء 24 أيار بمبنى الجامعة ذوق مصبح. دعا دار الندوي ومنتدى الأنوار للمشاركة بندوة تحت عنوان أقدم كتاب في العالم ريك فيدا، دراسة وترجمة وتعليقات للويس صليبة، وذلك الساعة 6 من مساء الخميس 2 حزيران المقبل بدار الندوي بالحمرة. بنظم معهد جوتا بالتعاون مع قصر اليونسكو معرض تحت عنوان تحيات قلبية اكتشف الألمانية، وذلك الخميس 26 أيار الساعة 6 المساء بقصر اليونسكو، وبيستمر المعرض حتى 9 حزيران المقبل. دعا المركز الثقافي بطرابلس للمشاركة بحفل افتتاح المعرض التشكيلي للفنان المصري جمال عبد الناصر الساعة 6 من مساء الجمعة 27 أيار بقاعة المركز بطرابلس. دعا الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل والمجلس الأعلى للطفولة بدعم جمعية غوث الأطفال البريطانية للمشاركة بالمؤتمر الوطني لتطبيق إلزامية التعليم المجاني الجيد بلبنان مسؤولية الجميع، وذلك الخميس 29 أيار الساعة 9:30 قبل الظهر بالهوليداي إن بفردان سانتر دون. بمناسبة يوم البيئة العالمي، دعت مجلة البيئة والتنمية وجمعية متخرجي الجامعة الأمريكية ببيروت لحضور طاولة مستديرة بعنوان البيئة بين الأولويات الوطنية والبرامج الدولية، وذلك الاثنين 6 حزيران المقبل بمبنى الويست هول الجامعة الأمريكية ببيروت. دعا المركز الروسي للعلوم والثقافة ببيروت لحضور حفل تقديم كتاب السفير الروسي السابق ورئيس جمعية الصداقة الروسية اللبنانية أوليك بيرسبيكين بعنوان اليمن واليمنيون في ذكريات دبلوماسي روسي، وذلك الخميس 26 أيار الساعة 6:30 المساء بالمركز الثقافي بفردا. دعا جاليري إسباس لحضور حفل افتتاح معرض عبد الله كحيل تحت عنوان هذه ليست بيروت عفوا، وذلك الخميس 26 ايار الساعة 6 المساء بصالة الاسباس جادة شارل الحلو، وبيستمر المعرض حتى 26 حزيران المقبل. مشاهدينا، هذه كانت اخبارنا الثقافية والاجتماعية السريعة لليوم الثلاثاء 24 ايار 2005. رح نكون نحن وياكم هلا مع دليل المسارح والمعارض، خليكم معنا، ومن بعدها ما تنسوا تلاقوني بانترفيو خاص مع الفنان اندري كالفايان، كونوا معي. Thank you.
أندري كالفيان، صباحك ورد وأهلا وسهلا فيك. حضرتك رسام بتشتهر بلوحات مميزة تميزت فيها. بداية يرد بتعرف المشاهدين أكثر من أندري كالفيان وكيف بدأت مشوارك الفني؟ المشوار بحياة كل إنسان يعني بمهد الله له طريق، وصار في موهبة وما حسيت فيها إلا ما صارت فيي وانطلقت منها من وقت أنا صبي صغير يعني إيه، واشتغلنا عليها وصار عنا صفة الفنان الرسام، وشاركنا بمعارض وصرنا معروفين، وما كان عندي اختصاص بأي مكان. هاي موهبة أنا عندي إياها واشتغلت عليها، واشتغلت على تقنيات خاصة فيي وعلى مواضيع جربت قدر المستطاع لقي مواضيع هي بتختص فيي أنا، ونعرفت جدا بمراحل الأخيرة برسوم الأبواب والشبابيك وبعتمد تلوين الزيتي على التوال. طيب ياريت بتخبرنا شوي أندري كالفيان، حضرتك دارس الرسم، تعهدت وتخرجت من معهد خاص أو من جامعة خاصة ولا لا مجرد أنها هواية وطورتها ونميتها لوحدك؟ بالنسبة لي بقول أنا يمكن في أنواع اختصاص كثير بحياة الإنسان مفروض يدرسها، ومني ضد الدراسة، إنما بالفن الرسم الشغلة الأساسية هي الموهبة والابتكار، وهودي اذا تعلمهم الانسان بيكون عم بيستعمل شو علموه، ما عم بيطلع شيء من عنده هو. لكن اعتمدت بعض الاساليب العلميه لحتى طور الاشياء اللي انا بحتاج لها، انما لا انا ما تعلمت وما عندي حدا وما عندي انتماء لاي مكان بتعليمي فن الرسم، وكان عندي ابتكار لإلي مش موجود بعلم فن الرسم. هلا رح نحكي عنه، رح نحكي عنه تبعا وعن المعرض اللي افتتحته بجامعه هيجيزيان. بس يا ريت فينا نعرف قبل حضرتك، بما انك عم تقول ما تعلمت الرسم ولا تمرست فيها لهذه المهنه بمجرد انه انت نميت حالك وطورت حالك، طيب ما بتمارس اي مهنه اخرى غير الرسم بحياتك؟ ما مارست اي مهنه ما بتمارس أخرى؟ حاليا يعني غير الرسم؟ لا ما عندك اي؟ لا لا انا محترف هيدا المهنه.